فعاليات احتفالية يوم وزارة الثقافة في اللاذقية قدم أساتذة معهد محمود العجان للموسيقى أمسية موسيقية غنائية على خشبة دار الأسد للثقافة، وهي الأولى من نوعها بعد أن كانت جميع مشاركات المعهد عبر طلابه. حبينا يكون لنا مشاركة، نحن بالعادة دائماً نشارك بيكونوا طلابنا، اليوم حبينا نحن نطلع الأساتذة نقدم شيء. شعور كتير صعب، يعني إنه حلو كتير وبنفس الوقت بيحمل مسؤولية، لأنه الشيء اللي أنت عم تدرسه بدك توصله لطلابك، وإنه يشوفوك يتعلموا منك كمان هيدي شغلة كتير منيحة. فرقة إلى ثلاث مقطوعات لحالهم، وآخر أغنية هي أغنيتي الخاصة، هي وطنية، رح تطلع اليوم، تنطلق من دار الأسد للثقافة والفنون، وهي وطنية، إهداء للوطن. اليوم احنا عاملين فيك تقول مثل ميدلي غربي مع شرقي، هيك عم دخلين البيانو مع السماعي بياط، اللي هو يعتبر البياط انه شرقي. عاملين لونجا، هيك قصة مشاغبة، يعني حركة لونجا معروفة انه حركة. غايتنا من الحفل اليوم انه نوسع اكتر ثقافتنا الموسيقية، الطلاب او الاولاد يلي عم بيشوفوا يحسوا بالروح الجماعية اللي عم بتصير، لانه العزف الافرادي حلو بس العزف الجماعي والروح الجماعية احلى بكتير. وجود الأستاذ لقدام الطالب وقدام المجتمع عم يعمل شيء، هذا حافز كبير للطلاب وحافز لإله كمان هو نفسه يضل متجدد بشكل دائم، يعني لا يكون في ركود دائم، دائما في حركة دائمة ومتجددة نحو الأفضل إن شاء الله. هلا بيضل حافز وجود الأستاذ على المسرح حافز كبير للطالب ليقدم شيء كويس، يعني على الأقل طالب وقت بيشوف أستاذه على المسرح عم يشتغل وهيك بيتشجع على الشغل، بيتشجع يوم ما يكون عنده أفق أفضل وأحسن لتحقيق شيء كويس.